إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم عندنا اليوكن 2014 صيانة شاملة أو صيانة دورية بعد 209 من الممشى. طبعا عندنا صيانة تغير بواجي، سرك بواجي، تضيف بوابة، حساس الهواء. بعدين المرحلة الثانية عندي تغيير زيت الجير كامل مع الطنجرة. بعدها راح إن شاء الله نغير نظام التبريد بلف الحرارة مع موية ريديتر وموية السرندلات والثلاجة. وبعدها إن شاء الله راح المرحلة اللي بعدها فك الكرتير وتنظيف الشخال والكرتير وتغير وجه الكرتير. وبعدها المرحلة الأخيرة اللي هو إصلاح مشكلة نظام الإيفاب اللي هو العطل الشائع اللي هو تكفل المسدس أثناء تعبية البنزين. العموم هذا ممشى سيارة ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيه خير في شرها. أنا في حس كمبيوتر مبدئيا، وطبعا الرجال اللي من الغمل أعطاه اللي عنده يقول إنه كان مسدس البنزين يفصل وراح أحد الورش وقال له الحل عندي، أقلب لك بلف البلف حق التانكي أو بلف وخليه تنحل المشكلة عندك بدون ما تخسر. أنا صراحة البلف هذا أنا أول مرة بسمع عنه، وسبق التواصل مع حتى احد مهندسين التوكيلات، اول مره يسمع عن بلف يقلب. حنعرف على صمام الايفاب اللي هنا اللي يسحب او يفتح عشان يسحب الهواء من الثلاجه، وعندي صمام الفند او الفند الخلفي اللي عندي كفل سبير، وعندي علبه الكنستر معروفه ونظام الليات والمجرى حق مخرج او مدخل البنزين اللي في التانكي اللي هو زي البوابه يفتح عن طريق الضغط ويقفل تلقائي. هذا اللي اعرفه، اما يقلب البلف فانا ومره. المهم انا مع حبه الدقد، فكان لي انا دائما مرجعيتي لفحص الكمبيوتر، لانه اذا كان انا كنت اشك انه فاصلين احد الهواز او لغين احد الهواز او الليات. فلما فحص الكمبيوتر ما شاء الله، طبعا هو على كلامه ما عنده لما تبكين ولع، وفعلا لما تبكين عندهم يولع وما عنده عطاله عشان مثلا جايه شو له صيانه، هو جاب بس سوي صيانة دورية. لكن لاحظوا هاي السيارة يوكن 2014، فلاحظوا لما فحص الكمبيوتر الكنترول المحرك ايش اعطاني؟ اعطاني البي 0 442 انه في مشكلة تسريب هواء في منظومة نظام الايفاب. هذا كذا نجزم انه عنده تهريب او فصلوا احد الاهواز. هذه بعدين لها حل لما نحل مشكله الكنستر. الان اللي بسويه المرحله الاولى راح نغير البواجي، تنظيف البوابه وحساس الهواء مع البرمجه. كان اسلاك البواجي وجيت احرر البواجي كلها، ولاول مره في عمري او بحياتي أصادف مشكلة بهذا الشكل. لاحظوا هذا مكسور من جوا، السنة مكسورة من جوا. أصغرت لما جيت أفك فكه معي وكأنه مفتوح محلول، قلت الله والله حظي اللي شدها قبلي ما شدها مضبوط. أريح لي بدل ما أصور فيها متعضل في فكها. اتضح أنه للأسف كيف شغال معه أنا ما أدري. لاحظ الحين ايش اسوي ما ادري والله. السنه جوا بالعاده بيكون النكبه رقم 8 ورقم 7 نوعا ما يكون نكبته ينكسر السيراميك، لانه بعض الناس او البعض يشد لانه في زاويه ما هي متوازنه مع الاتجاه الشد، يعني مثلا نقول مقابل للشخص اثناء شد الحين الشد يكون باتجاه كذا مايل ويكسر السيراميك. بس اول مره اشوف بهذا الشكل. لاحظوا هاي الثلاثه كلها صارت مستهلكه. هذا الان بنك 1 مواجهه السواق، وباقي عندي السنه حقت البنك ال وان جهة اللي هو الرقم 7.
نكمل الآن على البواجي الباقي. وفيها مسننات خاصة بفتح اللي بهذا الشكل، تجي ايش اقول لكم يعني راسها من اصغر اللي لعلى اكبر او اعرض، وفيها مسننات تمسك من الداخل وتشد على حسب الخارج او الداخل. فنشوف اذا يفتح معنا ولا لا. ايش القصة؟ والله العظيم جريمة. لاحظوا هذا الان عندي هنا بنك 2، لو اسال اول واحد جهة البنك 1، البنك 2 هو رقم 2، رقم 2 بنك 2 اللي هو عندي هنا هذا. طيب الان نفس الشيء، كان الان 3 8 6 4، كل يوم نفك بواجي ونلاقي صارت نفس الاشكاليه هذه. شغله لاحظوا السنه موجوده مصديه، هاي مشكلة هذي. فكينا بواجه أسوأ منها ما صار زي كذا. أيضاً راح أشاهد أغير البواجه الثلاثة هذه مع طقم الأسلاك مع البواجه اللي عندي هنا والمحصور. راح اخليه في الاخير لانه عشان ما تعطل، لان لا ننتظر بس الآلة هذه اللي تفك السنات اللي تكون موجودة في وضعها المصدية. وشفنا حل ما فيه الا اضطريت انه نجيب الفني حق المخرطة او جهة مخرطة. هذا البواجي السليمة، هذا البواجي المتضررة، هذا عندي اسلاك البواجي القديمة مع العازل. راح اشيل العازل، وقبل نركب العازل على الاسلاك الجديده راح نمسحها من الاسلاك ونركب العوازل. يجي واحد يقول لك لا ممكن الفك الغلط كسرها، يا رجل والله لو تفك بالاعمى وانت اعمى او مبتدئ ما راح ينكسر معك. لكن لاحظوا هنا في اثار سابقه، عشان تلاحظون برضو انه الصدى هذا وين جاء صدى؟ الصدى هذا ما يجي الا بعد فترة طويلة من وجود مويه او شيء داخل في ما بين السنة، عشان كذا اتلف صار هذا مصدي. هذا طقم الاسلاك البواجي الجديدة، وهذا طقم البواجي الجديد اللي يجيك 41 110. هذا عندي الشحم حق الاسلاك، شحمنا الاسلاك، راح اركب العواصل. هذا الحين الاسلاك الجديدة مع البواجي. سبحان الله، بعض الأمور تودك في نكبة ولكن تسهيل رب العالمين. رحت المخرطة للأسف، أبغى يجيب لي طبعا هذه القطعة، ما أدري كان واضح ولا لا. على العموم هذه تكون القطعة هذه تفك السنات اللي تكون مكسورة في الحائط أو في أي جزء منظومة، لها مقاسات. سنتها انها تسوي مسكة في الشيء المخروم، تمسك من السن العلوية وتسوي عملية عكسية، عملية عكسية للشد هذه تفك، منها مقاسات.
رحت المخرط قال لي والله ما اقدر اجيكم ما عندي الدار. طبعا مو كل المخرط اغلب المخرط عندهم. فقال لي خذ القطعه هذه تقدر تفكها. فهذا وعند اخوي بس انه للاسف كان نايم ولما صحي اعطاني اياها. سبحان الله فكيت البطانه هذه فكيت الكفر عشان ايش؟ انا بامكاني افكها من هنا بس حوسه ومكان زاويه صعبه. فحبيت انه يكون يسهل علي الفك ما يكون ما في اي مقاومه. او طبعا هو قد فك القزوز من اول. شوف هنا عندي المسامير حق القزوز قد فك في فك. العموم ما همني فكيت القاعده عشان يكون عندي هنا اريحيه في الفك البواجي او فك الكسر. و حطيت وصله طويله وسبحان الله لحظه استخدم الفك هذا لان عندي مفكوك هذا ومفكت السنه معي. وكنت والله العظيم متورط حضران فكت العملية بدون مشاكل والله العظيم. باقي الآن عندي رقم 2 هذا برضو لازم أرجع الكفر أسيره وراء وأفك الكفر والبطانة عشان أفك بدون أي ضغوطات أو حشرة لأن الحشرة تسبب مشاكل في الفك. هذا عندي هنا الآن. طبعا هذه أنا وصلة استخدمتها بس استخدمت الوصلة لكن هي الأزرقينة هي هذه لاحظوا هذه الزرقينة هذه نفس الروس اللي هناك لكن الروس حقها الخارجي ما يركب عليها إلا هذه الوصلات. فركبت الوصلة هذه بهذا الشكل ركبت واستخدمت المفك العادي هذا رقم 10 في حركة المفك بهذا الشكل أو تستخدم المفك هذا المتعدد الأغراض اللي يتوسع ويتقفل. وهذا عندي الآن الحمد لله فضل الله تم الفك. لاحظوا الكسر عندي هنا لاحظوا الكسر. فبعض الشغلات والله العظيم إنها بسيطة لكن إذا صارت مدقرة معاك أو صارت في كسر أو صارت فيها شيء مشكلة تعطلك يوم كامل. اليوم أنا شغلي كله وقف على هذا والله العظيم لكن الحمد لله نجت سليمة. هذا الآن بنك 7 باقي عندي بنك 2. طبعا هذا البوجي المكسور لاحظوا يجي بهذا الشكل. هذه تركب هنا لكن لا أنا بس راح إن شاء الله نكمل الجهة الثانية. الآن أقدر أركب البوجي بدون أي مشاكل. تم تركيب البواجي الحين راح أركب السلك. تم التركيب السلك البوجي رقم 7 وكذا الآن خلصنا من رقم 7. رجعنا البطانة في مكانها. هذا المسامير كلبسات حتى القواعد التثبيت حقت الضفيرة ركبتها في مكانها. كلبسات راح اركب ان شاء الله الكفر وراح نبدا على البوجة رقم 7 2. هذا هو المجرم هذا المتهم المجرم اللي يتعبني يركب هذا الشكل. الحين راح ان شاء الله افكر الكفر الثاني وراح افك البطانة. اظن هنا عندي البطانة متكسرة وفي دقة في الصدام. بعدين راح ان شاء الله نحاول نركب صدام اذا قدرنا. راح نفك البطانة ونحاول. لحظة عندي هنا هذا هو رقم 2. هذا بدي افك البطانة. هذا عندي هنا الموج المكسور الحمد لله تم الفك. والله العظيم بغيت اتورط سطحة واشغل صاحب السيارة او اجيب فني حق مخرطة. تكاليف مشكلة. هذا المتهم اهلا وسهلا
راح اركب الهوجي الجديد. تم تركيب الهوجي. راح اركب السلك او السلك. كده خلصنا الان من اصلاح البواجي. وبعدها معنا صراحة راح اركب ان شاء الله البطانة. وطبعا الدعاية هذه برعاية كوب مزاج. تعدل مزاجك تعدل مشاكلك. رجعنا مسامير البطانة لبساتها. تثبيت الضفيرة. هذا طبعا من اول عشان الضربة. كنت خلصت البطانة راح اركب الكفر. الحين راح نفتح غطي المحرك قربة الهواء. القفيز اللي عندي هنا والقفيز اللي عندي هنا حساس الهواء. عندي هنا مسمار، هنا مسمار والفيش. لاحظوا السنترة اللي عندي هنا حق الجلدة هذه تيجي راكبة على القطعة هذه فراكب شغلة. طبعا ما منها مشكلة بس للتوضيح. المسيرة فيها أشياء أحيانا تسوي عندك مشكلة عليها ويكون سببها قديم. وهذا عندي البوابة. هفتح الفيش اللي هنا. هذا القفلة. الفيش اللي هنا. أصلا شكلها مكسورة الفيش. لاحظوا. مكسور. هذا بس عشان التوضيح ما يجي واحد يقول مكسرة لك أنت. مكسور من أول. طبعا الشيء طبيعي تتكسر إذا كان بسبب الحرارة. على مين؟ هذا عندي مسمار. هذا البوابة. قبل التنظيف. وهذا حساس الهواء. لحظة كيف معدوم. هذا من الداخل. وهذا اللي يستقبل أو يجي من الهواء عن طريق قربة الهواء بهذا الشكل. الهواء يعبر عن طريق الفلتر ويمر بالحساس. فلاحظوا هذا الحساس قبل التنظيف. هذا من الداخل. وهذا عندي البوابة حساس الهواء بعد التنظيف. بسم الله ما شاء الله. هذا اللي مقابل الهواء وهذا الداخل. وهذه البوابة بسم الله ما شاء الله. حطينا سلك بسيط أسفل الفيش من هنا وضعنا القاعدة وركبنا عشان لما الفيش الغار هذا يمسك يصير مع الهتزة ومع المطبات ما ينسحب الفيش. تم تركيب المسامير حق البوابة. تم تركيب الفيش حق حساس الهواء. وراح إن شاء الله نسوي برمجة ويكون كده خلصنا من تغيير البواجي، تنظيف وصلات البواجي وحساس الهواء والبوابة مع البرمجة. ركبنا الفيش. ركبنا قاعدة حق الهوز. هوز التبخير. شدينا الدفيز. الحين راح نسوي البرمجة. مشاركة الكرول المحرك. اروح على ضغط الوظائف. اروح على دارين. وعندي هنا الخيار الاخير حق الدعسة. لاحظوا عندي هنا دار كلمة دارين. وعندي هنا الخيار بعد ما اسوي دارين. لاحظوا عندي دار. الآن كده تمت البرمجة. هذا الحين بعد شرفة الله المحرك بعد صيانة تغيير البواجي وتنظيف البوابة وحساس الهواء مع البرمجة. هذه البواجي اللي تكسره اللي تم حل المشكلة حقها. هذا الآن تشغيل السيارة. هذا ما شاء الله تبارك الله عندي هنا السيارة. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيه خيرها ويكفيه شرها يا رب.